بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نستقبل رمضان في زمن الحظر؟ كيف نستقبل رمضان في زمن الحظر؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، في شهر رمضان نريد أن نستقبله بما سنتحدث عنه الآن، ولكن نفتتح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الإيه؟ أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث رواه الإمام السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النزير، وإضافة إلى ذلك صححه الشيخ الألباني. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغل فيه مردة الإيه؟ مردة الشياطين، وحفظا من كل شيطان مارد، لأن الشياطين دي أنواع، فيه من الجن شياطين مردة فظيعة شديدة، وهي التي تغل في شهر رمضان. أما الشياطين الصغيرة فلا تغل. وهناك نوع من الجن مؤمن الذي يسمى بالعفريت، رب العالمين يقول: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من إيه؟ من مقامك. عفريت من الجن بيحضر مجلس سيدنا سليمان وبيطيع سيدنا سليمان. إذا قيل عنه عفريت يبقى ده جن مؤمن، وإذا قيل عنه شيطان مارد فده شيطان متمرد عاصي شديد من شياطين الإيه؟ الجن، شيطان مارد. وهم الذين يغلون في شهر رمضان، هو ده اللي بيغل ويصفد في شهر رمضان، لمردة الشياطين. أما الشياطين الصغيرة أنت تقدر عليها بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تقدر عليها وتقدر على غيرها، فرب العالمين بيكفيك ويغل مردة الشياطين. الكبار اللي بيعرفوا يضحكوا على البني آدمين كويس، لكن الصغيرين دول أنت تستطيع باستعاذة واحدة تجعلهم لا يقيمون في حيك الذي تسكن فيه. يبقى هذا حديث رسول الله في مفتتح الأمر. إحنا هنتناول إيه في هذه الدقائق؟ هنتناول التخلية قبل التحلية، هنتناول قيام الليل، هنتناول الدعاء، سوف نتناول أيضا السجود. أربع عناصر سريعا نتحدث عنها، لكن أريد أن أنبه إلى شيء قبلها. إحنا في زمن الحظر، يعني لن نذهب إلى المساجد، نسأل الله أن تفتح يا رب، لن نذهب إلى المساجد. بعض الناس يحزنون، لا تحزن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح عن سيدنا جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، حديث رقمه كام؟ رقمه 438 في أول صحيح البخاري، 438، باب قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. البخاري معنونه كده.
باب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ورقم الحديث 438. يقول فيه النبي في حديث طويل نذكر منه الجزئية التي تلزمنا الآن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يبقى إذن أنت في البيت كنت قبل ذلك الحي كله بيذهب لمسجد واحد، الآن أصبحت بيوت الأحياء كلها مساجد، أصبحت بيوت الأحياء كلها إيه؟ كلها مساجد، إذا وجد فيها الإيه؟ الساجدون. البيت ده مسجد وده مسجد، كل بيوت المناطق أصبحت مساجد، وده فضل من ربنا. انظر له ويعني انصع لهذا الأمر، علينا أن ننصاع لهذا الأمر لكي نتذكر ما عبدنا الله فيه في بيوتنا بعد أن نعود إلى مساجدنا، كما أننا في بيوتنا نتذكر المشاعر الطيبة التي كانت في المساجد ونحن إليها، كذلك عندما نعود إلى المساجد سنتذكر المشاعر الجميلة والعبادات الجميلة التي قضيناها في المساجد الثانية اللي هي البيوت. وجعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. يبقى في البخاري الحديث 438 في صحيح البخاري منه أو فيه يقول النبي في جزء منه صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فأنت تدركك الصلاة في البيت، صلي وتصلي قيام ليل، وتفتح المصحف بين أولادك وتقرأ، وكل واحد منهم يعمل خاطرة مرة، وتفعل يعني اجعل بيتك خلية للعبادة. على فكرة هذه الأيام تصلح فترة للتأمل، والله العظيم فترة للتأمل والقرب من الله، خصوصا إن ربنا منحك شهر رمضان، يعني كأنك انت في بيتك معتكف، انوي كده الاعتكاف وانت ولا هتطلع ولا أي شيء، انوي الاعتكاف وانت مسجود وانت موجود في البيت، واجعلها واحة، اجعلها واحة وجنة من جنات الله في أرضه. نبدأ تخلية قبل التحلية، قيام الليل، الدعاء، السجود. أول شيء التخلية قبل التحلية. ما معنى التخلية قبل التحلية؟ أنت حينما يكون عندك بيت مهجور تركته سنين طويلة، فيه الغبار وفيه الأتربة وفيه أساس قديم، واشتريت أساسا حديثا جميلا طيبا تريد أن تضعه في هذا البيت، ماذا تصنع؟ تخرج القديم وتنظف البيت ثم تفرشه. يبقى بتخلي البيت، تخلي البيت أولا، أول شيء بتخلي البيت وتنظفه، ثم تأتي بإيه؟ بالأثاث الجديد الجميل الطيب وتضعه في مظهر جميل. القلب كده، إيه اللي بيقود الجسد؟ شوف حضرة النبي بيقول إيه في قيام الليل، حديث سيدنا النعمان بن بشير في صحيح مسلم، حديث النعمان بن بشير في صحيح إيه؟ مسلم، في آخره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد إيه؟ كله، وإذا فسدت فسد الجسد إيه؟ كله، ألا وهي القلب، ألا وهي الإيه؟ القلب. متفق عليه، الحديث متفق عليه. يبقى إذن فيه مضغة في القلب، صلاحها يعني صلاح الجسد، فسادها يعني فساد الإيه؟ الجسد، كما يقول النبي صلى الله عليه وإيه؟ وسلم. المضغة دي هي القلب. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يبقى مدار الأمر كله على القلوب، ولكن ينظر إلى قلوبكم. حديث رواه مسلم. يبقى مدام المضغة اللي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وربنا بينظر، لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبنا. يبقى القلب ده
هو الأساس، يبقى هو الذي تتم فيه عملية التخلية قبل الإيه؟ التحلية. يبقى قبل دخول شهر رمضان نمسك هذا القلب، نخلي ما فيه من الأحقاد والضغائن والخصومات والعداوات والشحنوات والشهوات وكل هذه الأشياء، نخرجها من الإيه؟ من القلب. ليه؟ لأن احنا يعني هنفرش فرش جديد، هناك أثاث جديد نريد أن نضعه فيه، هيدخل فيه مداومة قراءة القرآن، هيدخل فيه السجود والاقتراب من الله، هيدخل فيه الصيام، شعور الصيام، هيدخل فيه أشياء كثيرة جدا من العبادات، يدخل فيه الإيه؟ الرضا، السكينة، حب الخير لكل الناس، تمني الخير لكل الناس، الدعاء والقصد إلى الله سبحانه، كل هذا يدخل في الإيه؟ في القلب، يخرج منه، نخليه من كل ما كان فيه من الأشياء التي لا ترضي الله، ثم نضع فيه ما يرضي الله عز وجل، نصب فيه مرضاة الله، نصب فيه ما يرضي الله صبا، تملأه، تجعله عامرا جميلا مستقبلا لكلام الله عز وجل. يبقى إذن أول شيء التخلية قبل التحلية. الشيء الثاني إيه؟ قيام الليل. قيام الليل، قيام الليل هذا ركز معي جدا، لأن هناك فيه لفتة في عبارة من كلام الرسول نحتاجها أحوج ما نكون في هذه الأيام، في أيام الوباء وأيام رمضان، هذه لفتة جميلة جدا جئت لك بها من كلام رسول الله. تعال معي كده واسمع. في قيام الليل، روى الترمذي وابن خزيمة عن أبي همامة الباهلي، على فكرة الحديث ده عند الترمذي وابن خزيمة، عن أبي همامة أمامة الباهلي، سيدنا أبو أمامة الباهلي روى عنه من الترمذي وابن خزيمة. والإمام السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير روى نفس الحديث، ولكن عن سيدنا إيه؟ أبي الدرداء، عن سيدنا أبي الدرداء. فإحنا هنتحدث أهو في من طريق الحديث عند مين؟ عند ابن خزيمة وعند الترمذي، من طريق سيدنا أبي أمامة الباهلي. يبقى روى الترمذي وابن خزيمة عن سيدنا أبي همام وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، طريقهم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، وإن قيام الليل قربة إلى الله، وهو تكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسم. حط تحت دي خط هنقف عندها، لكن قبل أن نقف عندها ذكرنا من اللي روى الحديث عن مين. طيب، ومطردة للداء من الجسم، أهو احنا محتاجين دي النهاردة، يعني قيام الليل يطرد الداء من الجسم إن كان موجود، يبعده ويقيك بأمر الله، ويمنع عنك أن يأتي إليك المرض بأمر مين؟ بأمر الله. وإذا كتب الله شيئا كان، لكننا نصدق رسول الله ونلتمس البركة من اتباع رسول الله في هذا الحديث. يا رب، نحن نصدقك ونصدق نبيك، ونلتمس منك يا رب الرحمة والعطاء ومطردة الداء من الأجسام يا رب العالمين. فإن رسولك صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث الصحيح، قال لنا إن قيام الليل مطردة للداء عن الجسم، مطردة للداء عن الجسم. نتمنى يا ربنا أن تحقق في جمعنا كله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مرة أخرى، روى الترمذي وابن خزيمة عن أبي همام أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، وهو تكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسم، ومطردة للداء عن الجسم.
اسمع هذه العبارة وضعها، ومطردة للداء عن الجسم. وشهر رمضان احنا عارفين شهر القيام وشهر الدعاء، فنسجد وندعو ونقيم الليل، نقيم الليل لله. كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه، وتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله هون عليك، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان كده النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل سنجعل له يعني مقطع خاص، قيام الليل والله أنا أعد له مقطع خاص، كنت قلته زمان أنا أعده الآن بطريقة نسأل الله أن تنال يعني القبول من الله سبحانه وتعالى، ونستفيد بها جميعا يا رب العالمين. يبقى إذن قيام الإيه؟ قيام الليل نمرة اثنين. يبقى نمرة واحد التخلية قبل التحلية ذكرناها، اثنين قيام الإيه؟ الليل، ثلاثة الدعاء، ثلاثة الإيه؟ الدعاء. والدعاء هذا حينما تقرأ آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وتستمر إلى أن تصل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إلى آخر الآيات، إلى أن تصل إلى آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعدها مباشرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني لو هتقرأ في صفحة في طبعة 522 في المصحف اللي طبعته آخر صفحة عند سورة الناس 522، هتجد تقلب الصفحة مباشرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. آية الدعاء موضوعة في أحضان آيات الصيام، في قلب آيات الصيام، خبيئة في وسط أيام الإيه؟ في وسط آيات الصيام. ليه؟ المفسرون يقولون كأنها إشارة إلى أن شهر الصيام هو شهر الدعاء، هو شهر الإيه؟ الدعاء، من آداب الصيام الدعاء. يبقى إذن أهو آية الدعاء محطوطة في وسط آيات الإيه؟ الصيام مباشرة. بعد آيات الصيام تقول آية، تقرأ آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، بعدها مباشرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى إذن ده يجعلنا إيه؟ ندعو الله كثيرا في شهر رمضان، والله يستجيب للصائم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ثلاث دعوات دول لا ترد. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يبقى إذن الدعاء. يبقى نمرة واحد التخلية قبل التحلية، اثنين قيام الليل، ثلاثة الدعاء. رابعا وأخيرا السجود. السجود رب العالمين يقول إيه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. يبقى من أراد الاقتراب إلى الله فالإيه؟ فليسجد. من أراد الاقتراب إلى الله فليسجد. كلا لا تطعه واسجد واقترب. حينما تنزل إلى الأسفل سجودا لله تقترب علوا من الله، تعلو عند الله، تعلو في المقام عند الله. واسجد واقترب. أيضا اسمع معي هذا الحديث، أقوله سريعا هكذا ثم نذكر النص. في صحابي جليل اسمه بيكنى أبو فراس. أبو فراس اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلمي. سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلمي هذا كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته. كان بايت معاه فجاء بوضوئه، جاء للنبي بوضوئه. وضوء بفتح الواو هو المية اللي بنتوضى بيها، لكن وضوء هي عملية الايه؟ الوضوء نفسها. لكن لما يقول وضوء ووضوء يبقى دي المية. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، يعني بالمية اللي هيتوضى بيها. فالنبي اتبسط منه فقال: يا ربيعة سلني، يعني اسأل أي شيء عايز تسأله، اسأل، مش عايز أي طلب،
اطلب أي شيء وإن شاء الله يجاب لك، سل. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أنا بتمنى أكون رفيقك في الإيه؟ في الجنة. فقال النبي: ثم أي؟ يعني أو غير ذلك، مش في شيء تاني، عايز إيه تاني؟ فقال: هو ذاك، أنا مش عايز أكتر من كده، أكون رفيقك فين؟ في الجنة يا رسول الله. فقال النبي: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث رواه مسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نص الحديث لمن شاء أن يكتبه بالنص، عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقال لي: سل، يعني اسأل. فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقلت: أسألك مرافقتك في الإيه؟ في الجنة. فقال: أو غير ذلك، يعني في شيء تاني، عايز شيء تاني، أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث رواه الإمام مسلم. نسأل الله أن يرزقنا نظافة القلب، وأن يرزقنا قيام الليل، ويعيننا عليه ويتقبله منا يا رب العالمين، ويرزقنا يلهمنا الدعاء ويستجيبه لنا سبحانه وتعالى، ويجعلنا من الساجدين. اللهم اجعلنا من الساجدين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.